خويا نحن هنا خلونا ناكل الخبز بالحليل لا حد شيء، ريت تكره هنا في عيشتنا. روحنا طلعت صاحبي نحطوا السلع نحطوها يجوا يهزوها، شنو نعملوا في البلاد هذيا تو نحن شنو نعملوا؟ أنا واحد من الناس نخدم على عيلة كاملة، شنو نعمل؟ نمشي نسرق؟ ما نسرقش. نحب نخدم بالحليل نحب نعرق عليهم صاحبي، ما خلوناش جملة ولا ما خلونا نخدموا. شنو الحل في البلاد هذيا يعني تبيعوا سلعة باش تسترزقوا يمنعوكم؟ يمنعونا جملة زادة يمنعونا منعاً بيتاً. منعاً بيتاً تحط سلعتك تهز سلعتك كوي. خدمة جملة ما ثماش خدمة. نعرف شنو نعملوا. طايش وعيلة كاملة نطيشها أنا ورايا يعني نخدم على دار كاملة. شنو الحل خويا؟ علاش ما ينظمولكمش القطاع هذايا ويعطوكم بلاصة وتبدا أموركم قانونية؟ ما نظموهوناش القطاع هذايا جملة، حتى كان ينظموه يقولوا أنا نظمناه ما ثم شيء، مرينا منه شيء. مرينا شيء، لا نظمونا القطاع لا خلونا نخدمه. المطلوب شنو؟ المطلوب شوفوا لنا حل خويا، شوفوا لنا حل. نحبوا نشوفوا حل في البلاد هذايا. يا أخي مانا ولاد تونس نحن ولا ليه؟ مانا الشعب التونسي شوفوا لنا حل، خليني نحب نخدم أنا. لا نحب لا نقعد تحت الحيط، لا نحب نسرق، لا نحب نعمل شيء، نحب نحب ناكلها بعرق جبيني. يظهر لي أكثرية اللي يبيعوا لهنا زادة معرسين وأصحاب عائلات. كلها بصغارها كلها يعلم بها ربي. كلها يعلم بها ربي، كلها معرسة. ولا كلها معرسة يعلم بها ربي. ما ثم حد جاي يخدم هكاك باش ما نعرفش أنا شو يعمل، كلها جاي تخدم تحب تخدم، تحب توكل صغارها، تحب توكل دارهم. هذاك الموضوع. اصحاب المحلات اللي كارين ما عندهمش تشكيات من اللي ينصبوا؟ ما عندهمش حتى تشكيات جمله سعيد. في يساعدوا هو كي ننسى نخدم انا قدامه نعبي له النهج انا يساعدوا هو باش تعبى النهج تعبى يدخل الحانوت ما باش تعبى قدام النصاب من النصاب يتعدل البوتيك باش تعبى هو النهج باش تعبى ما باش تعبى تعبي كان النصاب واحد ناصب باش تجي لعبيد باش تشوف لعبيد شو اللي ثم حركه. باش نسالك سؤال السوق اليوم كيفاش تشوفه؟ شو جملة جملة ولا العظيم جملة تعب تعب على الاخر والله ولا العظيم عبيت سوفري سوفري اول مره يصير كيف في البلاد هذيا بالطريقه هذيا والله العظيم والله عبيت يعلم بها ربي على الاخر والله. يعني حتى اللي ينصب هكا معناها هو بده يعاني؟ يعاني شنو يعاني؟ يعاني منا مش يعاني 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 صح يعاني في معاني يا زرق يتسلف يمشي شكون عنده توز من يمشي ياخذ سلعه ولا مليون يمشي ياخذ بالكلمه يجي ينحوه له يلقى روحه مرهون من ما عرفش يوصل يعمل برشا حاجات البشر مش لزوها العباد اللي نتاعهم تولي تعمل برشا حاجات بالرسمي هاك تشوف الاخر قلت له فك له تليفون من يا زعما شقول لي حرام حرام شيء عندنا اول من قبل لا شيخه موجود منياش العباد سيئة لزت لبعضها ما عادش ثم جمله ما ثم انتاج ما ثم حتى انتاج باش بشر ما يخزن حد شيء اخر زايد.